عموما خلونا ننتقل مع بعض لموضوع مختلف تماما له علاقة بالصحة والنظام الغذائي السليم. هل سألت نفسك في مرة هل أنت شخصية مستقلة في سلوكك الغذائي، ولا من الناس اللي ممكن تتأثر مثلا بزملاء العمل، بالأخوان، وبنفس الوقت بالأصحاب؟ يعني ما تقدر أنك تكون شخصية مستقلة في سلوك غذائي معين. اليوم مشرفتنا أخصائية التغذية منيرة الخليفي عشان نتكلم أكثر حال هذا الموضوع. منورة منيرة. أهلا بنورك. بداية خليني أعرف بس وأوضح المقصود بالسلوك الغذائي وكيف ممكن يحدث التأثير. أول حاجة، السلوك الغذائي هو عبارة عن عادات غذائية إحنا بنكتسبها مع العمر، نكتسبها من البيئة المحيطة فينا، من أول شيء من أهلنا، طريقة الانترودكشن للأكل من الطفل صغير بتأثر فيه. السلوك الغذائي بيكون ريليتد للأمراض المزمنة، للاضطرابات الأكل، فهو يعني يسموه بار تيرمز، يعني له تعريفات وشامل أشياء مرة كتير. حلو. في بحث الماجستير اللي قدمتيه في أمريكا تكلمتي عن السلوك الغذائي، مو بس كذا كمان ركزتي على التأثير، على تأثير الوالدين على هذا السلوك، فنبي نعرف إيش أهم ما وصلت لي من خلال هذا البحث. شوفي، أنا بدأت يعني حددت ذا الموضوع لأنه أنا أخصائية تغذية، وأهلي كانوا مثلا ماما ما كانت من النوع اللي تحب السلط وتحب الأشياء الجريني، فكأخصائية تغذية ولما تعرفي إيش أهميتها تبدأ بتاكليها. صح. بس أنا ما أحبها نهائيا، ما أحب طعمها، فبدأت أجبر نفسي وأدخل نفسي في مودي اللي تبي تربي نفسك من جديد، تبي تسوي نفسك ما تحبي طعمها عشان يعني ما تعودتي ما تعودت عليها وأنا صغيرة من الصغر. بالضبط. صح؟ أيوة توقعت. فعشان ده الموضوع بالذات أنا حاولت أني أسوي، اخترت ده السبجكت عشان أشوف إيش النتائج اللي هتطلع معي. طبعا النتائج اللي طلعت معي أنه يعني من طفولتك الى ما انت whatever يعني العمر اللي هتوصلي له هتتاثري بالعادات الغذائيه اللي اهلك بيعودوك عليها من انت صغيره. الدراسه بينت انه الاولاد بيتاثروا اكثر من البنات بنمط الاكل اللي بيصير في البيت، ولو لاحظتي البنت لما هتكبر هتبدا تبي تشوف تجرب الولد ماما ايش طبخت، يبغى زوجته تطبخ له نفس الشيء، فهمتي؟ معاناة هذه. ايوه، هي شطارة الست كمان. بس الدراسة، وبعدين الدراسة سويتها في لايف يونيفرستي، هي جامعة أمريكية كل التخصصات اللي فيها صحية. مع ذلك في ناس كتير كان عندهم سمنة، ولما يعني أخذنا في الدراسة العينات وبدينا نشوف الميديكال هيستوري والعادات حقتهم اكتشفنا إنه ترجع للأهل وبترجع للتربية في البداية. يعني الأكل اللي ناكله ونحن صغار راح يستمر معنا طول الوقت. بالزبط. يعني اللي تعودنا عليه في أكل البيت ناكله، اللي والله مشكلة وعشان كذا يعني توجيهنا هيكون الأمهات. دحين عندنا إحنا الحمد لله جيل جديد، ناس واعيين، كل ما عودتي الطفل تبعك على إنه يأكل أكل صحي وهو صغير هيكون التيست فاميليار معه، هيكبر وهيتعود عليه. لما تبدأي من دحين تشوكليت حلويات من ذا الكلام، ترى الموضوع بعدين هيرتبط معه وهيكبر معه. طب بس يعني في حاجة واحدة، طبعا في أمل في كل شيء، يعني ممكن يتغير مع الواحد ممكن يجبر نفسه لما يكبر يشوف أهمية الأكل، يشوف قد إيش هيفرق معاه بعدين على صحته، على السكر، على الضغط، على السمنة بشكل عام. هيبدأ الواحد يغير في نفسه. بس حلو. لما أنت وإنت صغيرة متعودة على الأكل الصحي الموضوع حيكون معاكي مرة سلس. صح، وهذه يعني رسالتنا اليوم توقع للأمهات أنهم يركزوا في هذا الموضوع. طب اليوم ما صار محيطنا أوسع، يعني ما صار بس على البيت أو أهلنا، يعني حتى زملاء العمل ممكن يأثروا على أكلنا، الطالبات والطلاب في المدارس كمان، أصدقائهم في المدرسة كمان ممكن يأثروا عليهم، الأصحاب، الأخوان، فكيف بنتأثر من بعض عادة؟ والله شوفي، احنا في زمن من جد زمن التأثيرات، يعني حتى البلوجرز، حتى السوشيال ميديا، بتتابعي السوشيال ميديا عن مطاعم انت ما سمعتي عنها بتقولي يلا خليني اجرب، خليني ازور ذا المكان. صح. بس ما بناخذ في عين الاعتبار طب ذا المكان هيفيدني،
هيفيد صحتي. انا شخصيا اشتغلت فتره وكان وزني كويس، سبت الشغل وانا زايده 12 كيلو، ده الكلام في 2013. اوكي أوف. كان كله بيئه، ناس كم سنه نحاف، 12 كيلو؟ سنه ونص، ناس نحاف ما شاء الله بياكلوا وما وانا بيأثر ما عليهم. بيأثر عليهم. هو طبعا في شيء اسمه جيناتيك في ده الموضوع، الميتابوليزم يكون عندهم مرتفع، ياكلوا ما شاء الله كل شيء وهم زي ما هم. انا كنت اخذ ما اخذ ده شيء بعين الاعتبار، البنات بيطلبوا وانا باكل. فجأة بديت افرط افرط افرط، دحين لا خلاص الحمد لله رجعت ونحرجت خرجت من كل الدوام عشان خرجت تلحق على جسمك. يعني اوكي ترى احنا نقدر ناكل مع بعض، نقدر بس خليك ذكية أو خليك ذكي وأنت بتطلب. الناس في الدوام يبغوا يسووا أوردر، أوكي أطلبوا معاهم، بس المنيو مليان، في خيارات كويسة وخيارات مو كويسة. هم هيطلبوا من مطعم معين، أنت شوف أو أنت شوفي إيش الهيلثي تشويز اللي أنت هتختارها. مو لازم نحصر نفسنا ونبعد نفسنا عن الناس عشان ناكل صحي، لا ما نحرم نفسنا، يعني ناكل بالمعقول. بالضبط. بالنهاية أنا أحس أنه السلوك الغذائي أقدر أقول أشبه بالعدوى، يعني مين الشخصية اللي تقدر تأثر علينا أكثر نروح معاها على طول؟ شوف في دي الناحية أتفق معاكي، من ناحية الفاشينيستا والبلوجرز والسوشيال ميديا بشكل عام، الشخصيات اللي بتتابعيها اللي لها يعني متابعين مرة كثير، مؤثرين على مواقع التواصل بالضبط الاجتماعي، الانفلونسر، بتلاقي الناس بتاخذ ذا الشيء بعين الاعتبار. شوفي بس يعني يعلنوا على مطعم معين هتلاقي المطعم ده فل. صح. فخليك ذكي كمستهلك كمستفيد، مو اي شيء احنا بنسمعه او بنشوفه بنتاثر فيه. في حاجه كمان لاحظتها، هو مو الشخص القوي، الشخص اللي عنده تيست في الاكل. يعني بالضبط، يعني مثلا في الشغل عندي في واحده لما هتسوي اوردر كلنا هنقول لها سوي اوردر، واحنا مو عارفين ايش هتطلب، لان احنا عارفين هي هتطلب شيء لذيذ. ايوه بس خليكم اذكياء، ده شيء لذيذ ممكن يعني فيه كالوريز مره كثير وهتؤدي للسمنه، يعني وجبه على وجبه على وجبه هتلاقي نفسك في النهايه 5 6 كيلو 12 كيلو 12 كيلو بالضبط. مريره والله مره كثير 12 والله كيلو والله مره كثير في سنه. طيب عدم انتظام الوجبات بسبب العمل او انك أيوه. تكون موجود برا البيت، وهذا اكثر شيء انا بعاني منه، يسبب الجوع. أيوه. معروف اجي بعد الساعه 5 خلاص منتهيه، خلاص ابغى اكل مع اني افطر من بدري. طيب تحت بند الجوع ناس كثير ممكن تروح تاكل كل شيء او تتقبل اي خيارات أيوه. موجوده، يعني اي مطعم حتشوفه قدامها حتروح تاكل بالضبط. فيه، فهل تتفق معايا في ذا الموضوع ولا لا؟ صراحة أتفق معاك، بالذات في العالم اللي إحنا فيه دحين، الواحد مركز مع شغله مرة، الناس بدأت تقلل الطبخ في البيت، فصار خلاص عندنا الابليكيشن ونبدأ نطلب. بس هرجع وأقول ترى كل ما كان الواحد مستعد هيزبط معاه الموضوع أكثر. يعني لو إنه إحنا بس جبنا الأكلة معانا بالبيت، جبنا اللانش بوكس معانا، ترى المواضيع كلها تزبط. وحتى لو ما زبطت المواضيع، في عندنا مطاعم هيلثي، انت تطلبي من الابلكيشن وانت مبسوطه، الاكل اللي هيجيك وانت ميته جوع ما هياثر عليك بعدين. فحتى واحنا جيعانين مره حاولي انه وانت تفتحي الابلكيشن وتطالعي للاكل، لا انا ابغى ذا المطعم، انا عارفه انه عندهم اشياء مره كويسه. الجرينز يا جماعه هي السر. طب في ناس اعرفهم ما يحبوا الاكل الا اذا اكلوا جماعي يعني مع بعض، فدائما انا اذا كان مثلا خياري هيلثي او اكل صحي، اللي معايا لا ما ابغى اكل اكل صحي، مثلا مشتهيه شيء معين، فانا حروح دائما مع الجماعه. فهنا ايش حسوي بالضبط؟ انها مشكله مره كثيره اتوقع يعانوا منها. شوفي هي مشكله مره كثير، بس يعني دحين بالذات مع التطور اللي احنا فيه ترى نقدر نطلب، ماني عارفه انا اقدر اقول اسماء مطاعم او لا. لا مو لازم نقول، بس يعني اكل مثلاً صحي نفس المنيو احنا طالبين مع بعض، بس مو لازم الساندوش يكون نفس الساندوش. انا مثلا هطلب سلمون، اوكي هم هيطلبوا تشيز وبلا بلا بلا، راحت برجر، فهمتي؟ دبل تشيز اكزاكتلي. بس يعني لما تبداي بس تيستت فترة عن فترة عن فترة، ترى هيصير الأكل هيلثي مرة طعم على لسان الشخص، ويصير ما يتقبل الأكل الفاست فود.
وده شيء انا شخصيا اتكلم عنه. انا انسانه كنت اخذ 3-4 ملاعق في كوب القهوه عشان اشربه، دحين انه شجر بس. هو الموضوع يسموه يعني تاديب الذات، تبدا تربي نفسك من جديد. صحيح. وترى مع الايام هتبدا البيئه نفسها تاثر فيكي، يعني نفس صحباتك اللي يطلبوا اشياء لذيذه وانت مقاومه هيبداوا يشوفوا وزنك، يشوفوا شكلك، يبداوا يتاثروا معاكي. حلو، هذه النصيحه نختم فيها هذه الفقره. شكرا لك منيره الخلاف، اخصائيه التغذيه. راح نحاول من اليوم نعود نفسنا ونادب نفسنا في نفس الوقت ونحمي بطننا، خصوصا مع الاجواء الشتويه يا جماعه. ما في غير اكل ونوم بس، الحمد لله على كل حال. عموما مكملين معاكم، وملياردير ياباني وزع على متابعينه 9 مليون دولار، تتوقعوا ليش؟ حنعرف بعد الفاصل.